السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في البداية أشكركم كثيرا على وصولي للرقم 10,000 مشترك في القناة على اليوتيوب، بفضلكم أنتم وبفضل السبسكرايب الخاص بكم وأيضا زر الاشتراك الذي قمتم بالنقر عليه في الحلقات، وصلت إلى هذا الرقم، فلولاكم لم أصل إلى هذا القدر الكبير من النجاح، فشكرا لكم كلكم وشكرا لكم كثيرا على وصولي إلى هذا الرقم، والقادم أفضل بإذن الله. 10,000 مشترك ليس برقم سهل، 10,000 مشترك رقم كبير للغاية، لتصبح قناة ومدونة العالم الافتراضي أضخم وأفضل قناة ومدونة تقنية في ليبيا، أيضا أول قناة تقنية في ليبيا تصل إلى هذا الرقم، لتربع مدونة العالم الافتراضي على عرش المدونات التقنية في ليبيا رغم قلتها. على العموم، في هذه الحلقة سأريكم طريقة الحصول على الإيموجي الجديدة التي أتت مع التحديث iOS 9.1، ولكن iOS 9.1 لم يصدر له جيلبريك، والعديد من المستخدمين بقوا على 9.0.2، وأنا أحد هؤلاء المستخدمين الذي أريد الجيلبريك ولم أقم بالتحديث إلى هذا الإصدار الجديد الذي يأتي بالعديد من الإيموجي، 150 إيموجي جديدة ورائعة يرغب الكثير من محبي الجيلبريك تجربتها، ولكنهم لا يريدون فقدان الجيلبريك، وبالتالي يستطيعون الحصول عليها وهم على iOS 9.0.2 وعلى الجيلبريك والCDI الخاص بهم. يمكنهم الحصول على هذه الأدوات من خلال هذا الشرح الذي سأتطرق إليه في هذه الحلقة، فلهذا لا تبتعدوا كثيرا وقوا معي، نمر إلى الشرح مباشرة. إذا المشاهد الكريم، في البداية استنتقل إلى السيديا، بعد ذلك استذهب إلى قائمة السورسات وتضغط على Edit Add، واستقوم بلصق هذا السورس الذي سوف تجده أسفل الفيديو في الديسكريبشن، تقوم بإضافته هكذا. بعد إضافته ستنتقل إليه، هذا هو السورس كما ترى أمامك، بوم سمارت. بعد الضغط عليه استختار تويكس، ستظهر كل الأدوات التي تم تحميلها على هذا السورس. ستجد هنا في حرف الإي إيموجي 83 بلس، ليس بيتا، ليس إيموجي لايت، هنا استختار ايموجي 83 بلس هكذا، واستقوم بإضافة هذه الأداة. بعد إضافة هذه الأداة ستنتقل إلى أيقونة البحث، واستقوم بكتابة هاتين، ستجد البيتا فونت تم تنصيبها على هاتفك في الشاشة الرئيسية، هنا أيقونة البيتا فونت تقوم بالدخول إليها. بعد ذلك ستذهب إلى السواب مود، هنا في الأسفل سواب مود، تختار بعد ذلك إيموجي، ستجد إيموجي iOS 9.1، ستقوم بالضغط عليها، تظهر لك بيتا فونت، تحتاج إلى الريسبرينج سبرينج بورد، طبعا إعادة يعني السبرينج للهاتف، تضغط هنا على يس، بعد ذلك يتم إعادة تشغيل هاتفك. الآن ستنتقل إلى أي مكان تريده، على سبيل المثال الميل، تقوم بكتابة يعني رسالة جديدة، تذهب على سبيل المثال هنا، تقوم بالضغط على أيقونة الإيموجي، وكما ترى أمامك كل الإيموجي الجديدة قد ظهرت لي بالفعل. لاحظ معي مشاهدي الكريم، لاحظ الإيموجي الجديد، هذا جديد، هذا جديد، جديد هنا كما ترى مشاهدي الكريم، العديد من الإيموجي الرائعة كما رأيت، يعني كل هذه الإيموجي جديدة، 150 إيموجي يمكنك اكتشافها على القائمة الجديدة من الإيموجي الجديدة التي أدت مع التحديث iOS 9.0.1. إذا وصلنا لنهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الحلقة قد أعجبتكم ونالت أعجابكم، وأيضا استفدتم منها وحصلتم على الإيموجي الجديدة، لا تنسى مشاركتها مع أصدقائك، كذلك لا تبخل علي بالنقر على زر لايك لأعرف عدد المستخدمين أو المشاهدين الذين أعجبتهم هذه الحلقة، كذلك إذا لم تعجبك هذه الحلقة فيمكنك النقر على زر ديسلايك لا توجد أي مشكلة. إذا كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد صغير، فيوجد حلقات شبه يومية بالتوصل بها، فقط قم بالنقر على زر سبسكرايب بدون أن تفيده على اليمين، قم بالنقر عليه، كذلك لا تنسى الإعجاب بصفحة العالم الافتراضي على الفيسبوك للتواصل ورؤية المنشورات الخاصة بي. نلتقي بحلقة قادمة من الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.